السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي على قناتكم نزهة في البيت. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا ثلاث وصفات سريعة صيفية وتجي لذيذة بزاف بالدجاج إن شاء الله. نتمنى تعجبكم. إلى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللي لايك ديالكم، بارتاج الفيديو مع أصحابكم وأحبابكم، ويلا نبداو على بركة الله. في المقلاة عندي ضفت معلقة ديال زيت الزيتون، وضفت عليها بصلة اللي قطعتها شرائح طويلة على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف لها صدر ديال الدجاج اللي قطعته كذلك شرائح رقيقة طويلة شوية. صافي غادي نخلي البصلة مع الدجاج تشحروا شوية. بعد ما تشحروا غادي نضيف ليهم عندي هنايا الفلافل، فلفل الأحمر والفلفل الأخضر، غادي قطعتهم شرائح طويلة على هذا الشكل هذا، وغادي نضيفهم للدجاج باش يتشحروا ليا. غادي نضيف كذلك العطرية. بالنسبة للعطرية غادي نضيف راس معلقة صغيرة ديال الملح، والملح تيبقى حسب الذوق. غادي نضيف كذلك راس معلقة صغيرة ديال الفلفل الأحمر تحميرة، وغادي نضيف كذلك راس معلقة صغيرة ديال سكنجبير، وغادي نضيف راس معلقة صغيرة ديال الكركم أو الخرقوم البلدي، غادي نضيف راس معلقة صغيرة ديال الإبزار. ولا كانت عندكم توابل ديال الدجاج كذلك ضيفوا واحد راس معلقة ديال التوابل، يجي رائع، أنا ما تتوفرش عندي. وغادي نضيفوا معلقة صغيرة ديال الثومة اللي حكيتها، وغادي نضيفوا عصيره ديال الحامض عفوا الليمون. صافي وغادي نخلط الكل جيدا، وغادي نخلي الكل يتشحر ليا، والنار تتكون متوسطه. صافي من بعد ما طاب الدجاج مع الخضر او الفلافل، تناخدو الجبن المحكوك، جبن موتزاريلا والجبن الاحمر اللي متوفر عندكم، وتنديروا واحد طبقه فوق من الدجاج على هذا الشكل هذا، وتنغطيو النار تتكون مهيله. صافي من بعد ما تيدوب لينا الجبن تيجي على هذا الشكل هذا كيف تتشوفوا. الطبق سهل وسريع، تقدري تحضريه وقت وجيز، ولكن راه لذيذ لذيذ بزاف، غادي يعجبكم وغادي يعجب حتى وليداتكم. غادي نوريكم كيفاش تيجي، تيجي على هذا الشكل هذا، تيجي معلك لذيذ. تقدروا تقدموه على هذا الشكل هذا في الطبيصلات. انا هنايا غادي نقدمه في هذا لي ساندويتش هادو، غادي نوضع واحد الكميه نعمر بها الخبز على هذا الشكل هذا، وغادي نقدمهم. صافي غادي نكمل نعمر لي ساندويتش كامل بعد نتلاقى. صافي كيف تتشوفوا معايا، انا وجدت لي ساندويتش ديالي تيجيو على هذا الشكل هذا. الا بغيتوا تاكلوهم على هذا الشكل تتقدموهم بهالطريقه. انا غادي ندوزهم، غادي نديرهم في الاله ديال البانيني، تيجيو كذلك تيجيو زوينين وتيعجبوا الوليدات. غادي عندي ديجا مسخنه الاله ديال البانيني، غادي نستف الخبيزات ديالي على هذا الشكل هذا. وهاد لي ساندويتش هادو الوجبات السريعه تيجيو زوينين وعمليين، ديوهم معنا للبحر للخرجات تيجيو عمليين، وتيعجبوا الوليدات الصغار، وتيكونوا صحيين مطيبينهم في البيت ديالنا. كيف تتشوفوا تيجيو على هذا الشكل هذا، راه تيعجبوا الوليدات الصغار بزاف، تيجيو من الداخل معلكين. صافي من بعد ما سليت الكميه ديالي اللي عندي ديال لي ساندويتش كامله بعد ما درتها في البانيني، تيجيو على هذا الشكل هذا، راه تيعجبوا الوليدات الصغار بزاف. نتمنى تجربوهم لانه فعلا تيجيو لذاد وسهلين وعمليين باش ندوهم معنا الخرجات الصيفيه. كيف قلت لكم نقطع معكم وحده باش تشوفوهم كيفاش تيجيو من الداخل.
نتمنى تعجبكم هاد الوجبة، هادي وجبة سريعة لذيذة معلكة تجي رائعة. وندوزو ان شاء الله الوجبة الثانية وكذلك بالدجاج، وكذلك سريعة وعملية. مقلات غادي ندير قياس ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون او زيت المائده، تيبقى اختياري. وغادي ندير عندي هنايا صدر ديال الدجاج، قطعته مربعات صغيره، غادي نخليه يتشحر ليا بعض الشيء. صافي، من بعد ما تشحر ليا غادي نضيف ليه بصله مشلضه، وعندي نص فلفله، الى عندكم الفلفله بالالوان ضيفوها. صافي، وغادي نخلي الكل يتشحر. من بعد غادي نضيف التوابل، عندي راس معلقه صغيره ديال الملح حسب الذوق، عندي راس معلقه صغيره ديال الابزار، غنضيف لها راس معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر تحميره، وغادي نضيف لها راس معلقه صغيره ديال سكنجبير، زنجبيل، غادي نضيف لها راس معلقه صغيره ديال الكركم الخرقوم البلدي، وغادي نضيف لها معلقه صغيره ديال الثوم. الى عندكم الثوم بودره ديروه، ما عندكمش غادي ديروا غير هذا اللي درت انا استعملت. صافي، غادي نخلط الكل جيدا، النار تكون متوسطه، يتشحر ليا البصله مع الدجاج مزيان. صافي، من بعد ما طاب ليا الدجاج غادي نضيف ليه قليل ديال الربيع، وغادي نخلط على هذا الشكل هذا. صافي، من بعد غادي نطفي عليه، من بعد ما خلطت الربيع غنطفي عليه وغادي نوضعه على جنب. في نفس المقلات غادي نضيف ملعقه متوسطه ديال زيت الزيتون، غادي نضيف ليها جوج حبات ديال البطاطس متوسطه، وغادي نخليها تشحر مع زيت الزيتون على نار مهيلة. وبالنسبة للكمية ديال الدجاج، ديال صدر الدجاج وديال البطاطس، تتبقى على حسب الأفراد ديالكم. كيف شفتوا معايا الدجاج اللي احتفظت به غادي نخليه على جنب، وعندي جوج غادي نضيف ثلاث بيضات غادي نضيفهم، وغادي نضيف عليهم شوية ديال الملح وقبيصه ديال الابزار، شويه ديال الابزار، وغادي نضيف عليهم ملعقه كبيره ديال الحليب. الحليب الدور ديالو غادي يخلي لينا البيض يبقى طري. غادي نحرك شويه البطاطا باش ما تلصقش ليا في المقلات، نحركها على هذا الشكل هذا، وغادي ندوز باش نطرب البيض، وغادي نوضعه فوق من البطاطس، فوق من البطاطا غادي نوضعه. كيف تتشوفوا معايا هنا عندي ثلاث بيضات، ضفت لهم الحليب، شويه الابزار، وشويه الملح، غادي نطربهم وغادي نوضعهم فوق البطاطس. صافي، من بعد ما غادي نضيف البيض غادي نضيف مباشره الدجاج، غادي نسرحه فوق من الوجه ديال البيض على هذا الشكل هذا. غادي نسرح الدجاج ديالي، غادي نسرحه على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف من الفوق كلمسه اخيره غادي نضيف الجبن، غادي نسرحه على الوجه ديال الدجاج على هذا الشكل هذا، وغادي نغطي عليه، والنار تتكون مهيله باش ما تحرقش لنا هذا البطاطا والبيض، النار تتكون مهيله. صافي، غادي نغطي عليه حتى يذوب الجبن. صافي، من بعد ما ذاب الجبن كيف تتشوفوا تيجي على هذا الشكل هذا. الوجبه ديالنا سهله واقتصاديه ولذيذه، نتمنى تعجبكم وتجربوها. صافي، كلمسه اخيره غادي نضيف الربيع، رشيشه ديال الربيع. صافي، وغادي نقطعها معكم باش تشوفوها كيفاش تتجي من الداخل. نتمنى تعجبكم هذه الفكره، هذه الفكره ديال العشاء سهله تجي لذيذه وسهله وبمقادير جد اقتصاديه. كيف تتشوفوا تجي على هذا الشكل هذا، رائعه لذيذه، تتكل سخونه،
نتمنى تعجبكم، ويلاه نبداو مع الوصفة الثالثة والأخيرة. عندي هنايا في مقلاة ضفت ليها ملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون أو زيت المائدة، تبقى اختيارية، أو ملعقة ديال الزبدة. أنا هنايا استعملت زيت الزيتون وضفت لها ملعقة ديال صغيرة ديال الثومة، وغادي نضيف لها عندي صدر ديال الدجاج، مربعات اللي قطعتهم مربعات صغيرة على هذا الشكل هذا. وبالنسبة للكمية ديال الدجاج راه تتبقى دائما على حسب الأفراد ديال الأسرة ديالكم. صافي غادي نخلي الدجاج أو صدر الدجاج نخليه يتشحر ليا عفوا مع التوم. صافي من بعد ما تشحر لينا الدجاج غادي نضيفوا التوابل. عندي هنايا راس معلقه صغيره ديال الابزار، غادي نضيف ليها راس معلقه صغيره ديال الكركم، وغادي نضيف ليها راس معلقه صغيره ديال التحميره، وغادي نضيف كذلك راس معلقه صغيره ديال الكمون. الكمون تيبقى اختياري. صافي غادي نخلط الكل جيدا، العافيه تتكون متوسطه. غادي نضيف راس معلقه صغيره ديال السكينجبير لاني نسيت ما درتوش مع التوابل. صافي غادي نخلطوا الكل جيدا ونخليو الدجاج ديالنا يطيب. صافي من بعد ما طاب الدجاج تيجي على هذا الشكل هذا. غادي نعصر عليه الحامض، غادي نضيف الربيع. صافي غادي نخلط المكونات كامله، والنار تتكون مهيله في هاد الاثناء هذه. غادي نقصوا من النار. صافي هي الوجبه ديالنا الثالثه اصبحت جاهزه. صافي خفيفه ظريفه وسهله في التحضير، نوجدوها في دقائق، تتجي لذيذه وسهله في التحضير، نحضروها غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم، وتقدروا ترافقوها مع اي حاجه بغيتوا، مع سلطات بارده او سخونه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وهاد الوصفات اللي قدمت لكم ينالوا الاعجاب ديالكم. صافي الفيديو ديالنا وصل النهاية ديالو، نتمنى نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.